اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حكاية النهاردة في منطقة في اليابان حصل أن كان في زلازل كتير بتيجي، فجه زلزال قوي، كان في قرية اتأثرت قوي بالزلزال ده، بس يعني لأن البيوت مبنية بطريقة كويسة فيعني نشكر ربنا مش كل البيوت وقعت أو حاجات بسيطة، لأنه مبنية البيوت بطريقة على الجبال بحيث أنها تقاوم الزلازل. فجه زلزال قوي يعني بعض البيوت تأثرت لكن مش لدرجة أن يحصل إصابات خطيرة. فواقف راجل كبير في السن ومعاه حفيده بيبصوا من على قمة الجبل البيت بتاعهم، بص فوق الراجل وبص على البحر كده وسرح بذهنه وبص نظرة عميقة، وبعدين ايه قال لابنه حفيده، قال له بسرعة هات لي لمبة من اللي هي نار الحاجات بتاعت زمان اللي هي كانت بتولع نار دي، وخدها وجه وابتدى يولع في البيت. حفيده قال ايه ده، الزلزال اثر على جده، يظهر جده حصل له حاجه وجات له لوثه عقليه. قال له اسمع الكلام يا ابني، قعد يولع في البيت وطلع بره وقعد يصرخ في القريه تعالوا الحقونا، وقعد يولع في البيت. والواد حفيده الولد بيقول ايه ده جده جراله ايه، يقول له اسمع بس اللي بعمله، وقعد يولع 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 في البيت. يقول له يا جده حرام عليك الحاجات دي غاليه دي بتاعتنا، يقول له مش مهم، ولع ولع الكوخ عالي قوي وعمال يصرخ. الشباب بتوع القرية اللي كانوا على البحر ابتدوا يطلعوا، هي قرية صغيرة وعدد محدود، طلعوا كلهم يشوفوا هيطفوا النار، اسكتوا اسكتوا، قاعد يولع. قالوا الراجل ده اتجنن ولا ايه، وقاعد يعمل كده. وبعد شوية دقايق كده وبصوا لقوا البحر كده فجأة بعنف راح داخل على القرية اكتسح القرية كلها. لما الموجة عليت 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 وبعدين راحت نازلة خدت القرية كلها، ولما رجعت سابت القرية كلها في دمار، بس كان أغلب سكان القرية طلعوا فوق في الجبل. وقتها بس قالوا احنا فهمنا انت كنت بتعمل ايه، انت كنت عايز تنقذنا، وعشان تنقذنا ضحيت بكل ممتلكاتك وبأغلى حاجات عندك، وكان المهم ان انت تنقذنا. والحقيقة محدش فينا كان فاهم بنعمل ايه. ده بالظبط يفكرنا بنفس اللي عمله المسيح معانا، ان المسيح علشان ينقذنا ضحى بنفسه باغلى حاجه عنده، ارسل ابنه الوحيد ليصلب ويفتينا. فبقت ناس كتير مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، هو بيعمل كده ليه. الله الاب ارسل ابنه الوحيد ليخلصنا، والمسيح نزل وتجسد وصلب على الصليب علشان يخلصنا. وكانه الناس مش فاهمة إيه اللي كيف الله يظهر بمظهر ضعف على الصليب ويصلب هكذا في عار، وأصبحت يعني بينظروا لأن هذا جهل إزاي. هي بالضبط نفس قصة الشخص اللي ولع في الكوخ وضحى بأغلى ما عنده علشان ينقذ القرية بتاعته. مسيح لكي ينقذنا من الجحيم الأبدي ويفتح لنا باب الفردوس كان لازم يدفع ثمن الخطية، فتجسد وفدانا لكي يخلصنا ويفتح لنا باب الفردوس. وده نخلينا نحفظ الآية بتاعة النهاردة، كورنثوس الأولى 1:18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندما نحن المخلصين فهي قوة الله. كورنثوس الأولى 1:18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كورنثوس الأولى 1:18. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندما نحن المخلصين فهي قوة الله. كورنثوس الأولى 1:18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندما نحن المخلصين فهي قوة الله. كورنثوس الأولى 1:18.